دي ما كانت عندك أمس؟ جاوبيني إيه ولا لا؟ إيه. وليه ما علمتيني؟ شاهد أنت عمرك ما كذبتي علي ولا حتى على نفسي. أجل ليه ما علمتيني؟ لأني أعرف موقفك منها، أعرف وجهة نظرك في اللي هي قاعدة تسويه. بس وش اللي يجبرها أنها توقف معنا أو تساعدنا غير أنها تكون صادقة؟ وأنا بصراحة قلبي يقول أنها صادقة، وإحساسي عمره ما يكذب. وأنا قلبي بعد يقول أنها صادقة، وأنا خايف فعلا أنها تكون صادقة. صح. ليه؟ قاعد أصور سيلفي، ممنوع أصور نفسي؟ آه مسموح، شوفني الصورة السيلفي. يا أخوي مو مصدقني، أقول لك صورت نفسي. جيب التليفون. ماني بمعطيك جوالي، هذه خصوصياتي، مستحيل أعطيك إياه. خصوصياتك تقول لك صور شاهد مو؟ ولك عيب عليك، هذا ابن عمك. وبعدين إذا درى والله يطردك، ولو مو أبوك واقف وياك، لو أبو أبوك مولى لهالمكان هم راح يطردك. خليك بعقلك وامسح الصورة. طيب حقك علي، هبا امسح الصورة. ها مسحتها، ارتحت الحين؟ هدية لي أنا؟ وش مناسبتها؟ بدون أي مناسبة، عرفت أنك تحبين الأشياء الهاند ميد وحبيت أسعدك فيها. واضح أنك متابع سناباتي كلها. متابعك بأدق تفاصيلك. أفتحها الحين؟ براحتك. واثقة أن ذوقك يجنن. معليش والله اليوم العشاء خفيف، مالي نفس أطبخ. بالعكس يا خالتي تسلمي لك، الأكل شكله مرة لذيذ. مساء الخير. هلا يما، تعالي تعشي معنا. لا لا بالعافية عليكم، أنا تعشيت برا أوريدي، بطلع غرفتي أرتاح. أنا ذنكم.